كورفيرستندام احدث جادات برلين وارقاها قبل 30 سنة، تعرض المانيا على انها امة لا تزال تعاني المحن. نصب تذكاري يخلد ملايين الضحايا في الحرب العالمية الاولى. الحرب الباردة. لمدة نصف قرن واجه المعسكران الشرقي والغربي بعضهما بعضا على ارض المانيا المنقسمة. ان هذه الحشود العسكرية الهائلة وهي الاضخم التي عرفها العالم في زمن السلم كان باستطاعتها التحول. ايها الانسان وشاهد وتمعن، ايها الموصوف بالعقل والحكمة، الحياة معجزة ظهرت منذ 4 مليارات من الاعوام، ونحن بنو الانسان لم يمض على وجودنا. قصر ويستمنستر لندن في 28 يونيو عام 1982. زعيم القوى العظمى الغربية الرئيس الامريكي رونالد ريغان كان في زيارة للمنطقة، الهدف منها اعلام البرلمان البريطاني عن تصوره لموضوع سقوط الامبراطورية السوفيتية. توقع نشوبا انفجارات في اوروبا الشرقية. هذا الفندق، لانك قلت لي انك ستغير اسم القاعة الى غرفة نكمات، وهذا ضروري للغاية بالنسبة لي. ما فائدة إقامة الحفل هنا إن لم تطلق اسم نكمات على القاعة؟ سنذهب إلى المقهى.